بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 14. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة 14 والمجلس 14 من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك بكم. حياكم الله معالي الشيخ. كنا قد توقفنا في باب الوضوء إذ قال الإمام محمد رحمه الله: من عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. قال: فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم في بعض أسفارهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم تضايق بهم وقت صلاة العصر، فاستعجلوا في الوضوء وجعلوا يمسحون على أرجلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، وفي رواية: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. والويل كلمة عذاب، وهذا وعيد شديد على من لا يسبغ الوضوء ويكتفي بالمسح، فلا بد أن يجري الماء على العضو سواء حصل معه دلك أو لم يحصل، لكن إذا حصل معه دلك فهو سنة لأجل أن يتبلغ. وفي هذا الحديث الوعيد الشديد على من لم يتأكد من بلوغ الماء إلى عقبيه، وهي العراقيب وبطون الأقدام، لأن هذين الموضعين قد لا يصل إليهم الماء إلا إذا تعهد الإنسان بإيصاله إليهما. وعن أنس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدميه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. وهذا الحديث يدل على أنه لا بد من تعميم العضو بالماء، وأنه لو بقي منه قليل لم يصل إليه الماء فإن وضوءه لم يكمل. فهذا الرجل بقي في قدمه هذا الشيء القليل قدر الظهر، لم يصل إليه الماء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع، يعني أعد، يعني ارجع إلى إكمال وضوئك. أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة ليكمل ما بقي من وضوئه. وهذا إن كان العضو لا يزال رطبا فإنه يكفي أن يغسل البقعة التي تبقت،
وإن كان العضو قد يبس نشف فلا بد من إعادة الوضوء كاملا لأجل الموالاة. نعم. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم، يحب التيمم يعني البداءة بالميامن قبل اليسرى في اليدين وفي الرجلين، يبدأ باليمنى قبل اليسرى لأن اليمنى أشرف من اليسرى، فيبدأ بميامن أعضائه. هذا سنة، هذا من سنن الوضوء، ولو أنه عكس وبدأ باليسرى قبل اليمنى صح وضوءه، لكن مع النقص الذي لا يبطله وإنما يبطل كماله. نعم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. إذا لبستم يعني لبستم الخفاف ونحوها، فابدأوا بالميامن يعني البسوا على الرجل اليمنى قبل اليسرى، هذا في اللبس. أما في الخلع فيبدأ باليسرى قبل اليمنى. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. نعم، وهذا فيه أن التثليث في غسل أعضاء الوضوء كالوجه المضمضة والاستنشاق والوجه، غسل اليدين وغسل الرجلين ثلاثا ثلاثا، أن هذا هو الأكمل والأفضل، ولا تجوز الزيادة على الثلاث، فإن هذا من التعدي والظلم والإساءة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. فلا تجوز الزيادة على ثلاث غسلات في أعضاء الوضوء التي يستحب أن يغسلها ثلاثا كالوجه واليدين والرجلين، فأكمل الوضوء ثلاثا ثلاثا والمجزي مرة واحدة. نعم. وعن عمر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضأ ثم صلى. وهذا كالحديث الذي مر أن هذا الرجل بقي في رجله شيء يسير لم يصل إليه الماء قدر الظهر، رآه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجع وأن يحسن وضوءه، بمعنى أنه يسبغه ويكمله بحيث لا يبقى شيء من أعضاء الوضوء لم يصل إليه الماء. وهذا فيه أيضا تعليم الجاهل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت ويترك هذا الرجل وإنما علمه. نعم. وعن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه رمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. نعم، وهذا كالأحاديث السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يكمل
وضوءه، بمعنى أنه بقي شيء من الرجل لم يصل إليه الماء وهو قدر الدرهم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع وأن يكمل وضوءه. وهذا كما سبق، إن كانت الأعضاء قد نشفت فلا بد أن يعيد الوضوء من جديد، وإن كانت الأعضاء لا تزال رطبة من آثار الوضوء فإنه يكفي أن يغسل البقعة الباقية التي لم يصل إليها الماء. نعم. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة، بمعنى أنه يجدد الوضوء ولو كان وضوءه لم ينتقض، فهذا فيه دليل على استحباب تجديد الوضوء. وبقية الحديث قال: كيف كنتم تصنعون؟ قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. يجزي الوضوء ما لم يحدث، أنه ما دام أنه لم ينتقض وضوءه بناقض من نواقض الوضوء فله أن يصلي فيه عدة صلوات، ولكن الأفضل أن يجدده عند كل صلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. وعن بريدة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: إني رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته. نعم، عام فتح مكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بوضوئه عدة صلوات، فهذا دليل على أن الوضوء إذا لم ينتقض فإنه يصلي فيه عدة صلوات، وأن تجديده لكل صلاة أمر مستحب وليس بواجب. ومسح على خفيه، هذا فيه دليل على مشروعية المسح على الخفين ونحوهما مما يلبسه على الرجل ويسترها ويشق نزعه عند الوضوء من الخفاف، وما يقوم من مقامها هو الجوارب الساترة، فيكفي أن يمسح عليها بدل أن يخلع الملبوس ويغسل الرجل، وهذا رخصة، هذه رخصة سهل الله بها على عباده. نعم. فقال له عمر: إني رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة، فهو يريد أن يعلم أصحابه الطهارة كيف يتطهرون، ومن ذلك أنه مسح على الخفين، وكان العادة والمعروف أنه يغسل الرجلين، دل هذا على أنه إذا كان لابسا لخفين ونحوهما مما يستر الرجل ويشق نزعه أنه يكتفي بالمسح عليه ويقوم على ظاهره، ويكون هذا قائما مقام الغسل. نعم. وعن أبي هريرة: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم، وهذا في فضيلة إسباغ الوضوء، وأن هذا الوضوء يكون علامة يوم القيامة على هذه الأمة، يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، وهذا فيه فضل الوضوء. استدل به بعضهم على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، والله أعلم، لكن فيه فضل
فيه فضل إسباغ الوضوء، وفيه الرخصة في المسح على الخفين ونحوهما مما يلبس على الرجلين ويغطيهما تغطية كاملة، ويكون صفيقا بمعنى أنه يستر ما وراءه. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. نتوقف هنا ونستأنف إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هذا يزيد الله، يترككم في رعاية الله وحفظه. إلى الدرس القادم إن شاء الله، والسلام.